مصطفى مصطفى رشيد. السلام عليكم السيد اخويا الله يعمر هذا كان معنا الصباح مسكين مصلي الفجر يومين كيصلي الفجر مسكين سيدو جي يسلم علينا الله يعمر هذا الله يعمر الشجره. السيد كلشي كيبغي صغير وكبير العيالات صغار دراري كلشي كيبغي الحمد لله. السيد ما كيدير والو اخويا حنا تفاجئنا السيد كيفاش علاش حيت ما مدمن ما كيدير حتى شي حاجه اللي كضر الله سبحانه وتعالى وكضر راسو. السيد مسكين ود الخير وعائلته الله يعمر هذا هو الله يعمر هذا كيصلي الفجر كيجي يجري الوقت الخاوي ديالو كيمشي يلعب كوره كيتريري كيمشي يبيع ويشري كيجي مسكين الجامع بيت الله الدار الله يعمر ليه الدار الله يعمر لها دار. حنا دابا ضرينا خويا من الداخل علاش حيت هاد السيد ما عمرنا شفنا فيه شي حاجه ديال القبوحيه ولا ديال يعير بنادم ولا يسب بنادم لا سبحانه وتعالى. هاد السيد الله يعمر ليه الدار الله يعمرها شجره صوته تصور صوته ما كتسمعوش المغير جا هضر معاك ويهضر معاك بواحد الاسلوب حنين حلو. انا كنتمنى كل ما تو عندنا هنا شي 200 واحد مجرمين وما يموتش هو حيت كاينين المعدين اللي خصهم يموتوا بالطريقه هذه. هاد السيد خصو يموت بواحد الطريقه مبشره وحيت مؤمن صالح خصو يمشي بواحد الموتة زوينه وانا داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. كيفاش تشوف انا؟ توفى خويا دخل صلى الفجر مشى جرى جا مسكين الدار سمعنا حيت هاد السيد الله يعمر هذا شلق راسو شلق راسو سير خلى ورقه خلى واحد ورقه فوق الطابله باش العائله ديالو ما تمشيش شي مشاكل ولا خلى لهم ورقه مسكين فوق الطابله وانتحر ما مريض ما عرفناش خويا هذاك الشيء بينه وبين الله والبوليس اللي غيعرفوا هذاك الشيء حيت هاد السيد ما مريض ما والو الله يعمر هذا الله يعمر هذا كيعيد الناس عيد الكبير كيدور يجمع الناس اللي ما عندهمش الهشاشه يعيد لهم يشري الناس الحوايج يعاون الناس في كتوبه اللي وقف عليه ما تيخليش بلاص. انا ليت خشي نقول لهادشي الله يرحمه كيعطيني مسكين 20 درهم 30 درهم في الميدوز خطره خطره تيقول لي هاك ويدعي معنا الله يعمر ليه الدار. انا تنعاود نقولها لك كل ما تو 200 واحد من عندنا هنا كاين شي مجرمين وما يموتش هو بحال هاد الناس هذا ما خصهاش تموت هكا حيت ناس زوينه كتخاف الله. صاحبي قال لي الله يتب الصاع قال لي يلاه قالوا دابا خليت ضرب جوج دغمات في الطور ونهبط كنجري تلقى يجي دابا خو قال لي راه الدن وهادي كيفاش المعامل ديالو معاكم معامل مع الناس تا قلت لك نقول لك افخ الله خو شاتيني راه دوز من تدوز من حداه ما تعرفوش شوف يقول لك السلام السلام واحد عادل ما حد راسو ماش ديال وتبارك الله راه على راس خير فهمتيني كيتريني كل صباح الفجر ما كيزقلوش الصلاه والدين كيعرف بينه وبين الله ولكن باش انتحر وانت عارف بينك وبين الله راه ديال اللي ما بغاش تدخل ليا الراس يعني دابا تعرف بينك وبين الله الله تيقول لك انتحر الله تيقول لك انتحر ديال جهنم ياك وهو انتحر يعني كاين شي لعيبه ماشي حتى اللي هو اللي عارف السر ديالو مشى مع اخوه فهمتش حنا ما عارفينش اشنو يقول لك انا مسطي نقول لك انا مسطي بحال واحد درمون يشي مشى شويه هربان ليه هذاك تلاح ولكن واحد شويه تلاح هذاك هذا ما فيه والو خلى ورقه رساله ودار فيديو باش ما يتسببش لعائلته في المشاكل فهمتيني باش ما يبقاوش بوليس غادي نجي لدارهم ويحقهم معاهم قال لهم انا متحمل المسؤوليه فهمتيني وانا عارف راسي انا عارف راسي لاش